جهود جماعية يبذلها أعضاء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في دعم الأسر العفيفة والأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا الذي أثر على بعض القطاعات، حيث يعملون دون كلل أو ملل في المجالات الخيرية والتطوعية، مؤكدين حرصهم على صلاحية هذه المواد وتعقيمها بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة الأسر. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يعني منذ تأسيسها يطلق عليها بأنها السفير الإنساني والذراع الخيري للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وشعارنا حيثما يكون الجرح يكون. منذ بدء الأزمة الحالية المتعلقة بأزمة كورونا والإجراءات الحكومية الاحترازية لمنع العدوى، يعني كانت استجابة الهيئة بالتزامن مع الإجراءات الحكومية من خلال تشكيل فريق الحماية الاجتماعية واللي كانت الهيئة عضو فيه، التنسيق دائم بين هذا الفريق لاستهداف الأسر الأردنية العفيفة وخاصة من عمال المياومة في كافة محافظات المملكة. هنا يجهزون الطرود الغذائية والمواد الأساسية للمواطنين التي يتم التبرع بها من قبل القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، حيث يتم تعبئة وتغليف هذه الطرود ضمن معايير السلامة العامة التي يتم توزيعها للأسر العفيفة وأسر عمال المياومة. تم تدقيقها من خلال السجل الوطني الموحد، ومن ثم بيرجعون للسجل الوطني الموحد بالكشوفات بعد تدقيقها، وبتم تحديد عدد المستفيدين لكل جمعية، ومن ثم التحميل مستودعاتنا زي ما انتم شايفين في المستودع، وانطلاقا للجمعيات المحلية كل جمعية وعدد الطرود التي تستحقها يعني بعد التدقيق. والفئات المستهدفة هي عمال المياومة اللي تضررت خلال الأزمة والأسر الأردنية العفيفة، بالإضافة إلى التوزيعات اللي بتتم مع في المخيمات اللجوء الفلسطينية بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية. يتم توزيع الطرود للأسر المتضررة من الأزمة الحالية ضمن قوائم السجل الوطني الموحد من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، فالجهود المبذولة هنا تجسد روح التضامن والتكافل بين المواطنين للتخفيف من آثار هذه الأزمة. للحديث عن تفاصيل الدعم الذي تقدمه الهيئة خلال أزمة كورونا، معنا الآن مدير الهيئة الخيرية الهاشمية الأستاذ أيمن المفلح. صباح الخير أستاذ أيمن، أهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة، وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك. أستاذ أيمن، حدثنا بداية عن تفاصيل الدعم الذي تقدمه الهيئة منذ تفشي أزمة فيروس كورونا. صباح الخير أخ علي، وكل عام وأنت بخير، والإخوة المشاهدين بشهر رمضان المبارك، عادوا علينا بالخير والسعادة إن شاء الله. سيدي، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية منذ أن بدأت أزمة كورونا تم توكيلها من قبل الحكومة الأردنية لتكون هي الجهة المستقبلة والموزعة للمساعدات الغذائية وأيضا العينية، والمقصود بالعينية هي الأمور الصحية الذي أيضا يجب أن نتذكرها في مثل هذه الأزمة لأهميتها وضروريتها مثل الغذاء. طبعا الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية هي ضمن فريق الحماية الاجتماعية المشكل من قبل دولة رئيس الوزراء وبرئاسة معالي وزير التنمية الاجتماعية. بدأنا باستقبال المواد الغذائية والصحية منذ بداية الأزمة، ولا نزال لغاية اليوم نستقبلها، ونقوم بعملية إما استقبال هذه المواد على شكل طرود جاهزة أو عملية توضيب هذه الطرود، أو نقوم بالشراء من خلال تلقي مساعدات مالية وشراءها من السوق المحلي والعمل على توزيعها بكافة محافظات المملكة ولكافة الفئات، ليس مقتصرة على الأردنيين، وإنما أصبحنا نوزع للاجئين السوريين، اللاجئين الفلسطينيين، وأيضا الجنسيات الأخرى مثل العراقيين واليمنيين. طبعا هذا كله بناء على رغبة المتبرع وأيضا على توفر هذه المواد في مستودعات الهيئة الهاشمية. الله يعطيكم ألف عافية. يعني العمل بما تحدث فيه جلالة الملك سابقا بأنه بالأردن المساعدات ولا تذهب فقط للأردنيين، تذهب لكل الموجودين داخل حدود الوطن. يعني حجم الدعم الذي قمتم بتقديمه لغاية هذه اللحظة؟
سيدي، مثل ما ذكرت أخ علي، إحنا نتحدث كفريق حماية اجتماعية من تكيت أم علي والضمان الاجتماعي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والهلال الأحمر الأردني، بالإضافة طبعاً للجان الزكاة. مجموع ما قدم لغاية الآن يتجاوز ال 340 ألف طرد في كافة أنحاء المملكة من الشركاء اللي ذكرتهم سابقا. لكن فيما يخص الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، نقوم بالتنسيق مباشرة مع الحكام الإداريين ومدراء التنمية في تلك المحافظة أو القرية أو المدينة، ونتوجه بعملية المساعدة للفئات التي تضررت خلال أزمة الكورونا. إذا تسمح لي أخ علي أحكي لك على آلية التوزيع وعلية آلية الاستفادة أيضا، عشان الإخوة المشاهدين يكونوا على دراية كاملة بهذا الموضوع. تفضل. نعم، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لا تعمل لوحدها، إنما هناك شركاء على الأرض، شركاء في الميدان، وهم الجمعيات الخيرية. اليوم نتحدث عن التعامل مع أكثر من 600 جمعية خيرية في كافة المحافظات المملكة، طبعا بالإضافة إلى دائرة الشؤون الفلسطينية بالنسبة لل 12 مخيم التي يستضيف اللاجئين الفلسطينيين. ناهيك عن العمل أيضا مع المنظمات الدولية والأممية بخصوص اللاجئين السوريين. وبالتالي أي منطقة نصلها يكون العمل الميداني هو من خلال الجمعية المحلية، وبالإضافة أيضا إلى وجود الهيئة الخيرية الهاشمية والحاكم الإداري ومدراء التنمية الاجتماعية. وأهم شيء عملية النقل تتم من عمان ومستودعات الهيئة، سواء كان بعمان أو بالزرقاء أو بالمفرق، من خلال آليات قوات الدرك، واللي كان لهم جهد مشكور بهذا النقل هذه المواد، سواء كان من إربد إلى العقبة ومن الصفاوي ورويشد إلى الأغوار. يعني الحمد لله جهد مشترك، جهد جماعي، وأدى إلى نتائج إيجابية حسب التقييمات التي تتم من خلال الفريق التقييم والمراقبة التابع للهيئة. طبعا أكيد هناك احتياجات، أكيد هناك طلبات، نحن جاهزون على ذلك. لكن أخ علي، من خلال محطتكم أحب أحكي أنه المواد المتبرع بها ليست كما عهدنا بالسابق، وخاصة مع بداية شهر رمضان. نعلم أنه الحجم كبير، نعلم أنه الاحتياجات كبيرة أيضا، وأيضا طيب هناك مبادرات. أستاذ أيمن، حدثنا عن طريقة التبرع، كيف يستطيع الأشخاص التبرع؟ سيدي، التبرع إما من خلال التواصل مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من خلال المواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تم استحداث أو الموافقة على وجودنا على منصة إي فواتيركم. السابق ما كنا، وبالتالي تأقلمنا على الأوضاع الموجودة. وأيضا شريكنا الأساسي في عملية الحصول على التبرعات اللي هي منصة نوى، وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، وكان لها دور كبير جدا في عملية تأمين هذه الطرود وشرائها من السوق المحلي، حيث تم جمع مبالغ جيدة جدا من خلال منصة نوى وتحويلها إلى طرود من خلال الشراء المحلي. من هاي الناحية الطرد أخ علي، كمان من المهم أن الواحد يذكر موضوع الطرود. يحتوي الطرد على المواد الأساسية أيضا، من الرز والسكر والزيت والمقوليات الناشفة وما شابه. طبعا اجانا عده اتصالات. استاذ ايمن، يعني لو تحدثنا عن الطرود نتوقف عندها وبنتابع حديثنا، الطرود قديش بتكفي؟ كم شخص والمده الزمنيه؟ نعم سيدي، الطرد مثل ما ذكرت لك تحتوي على حوالي من 15 الى 17 ماده اساسيه، ويكفي الى عائله مكونه من 4 الى 5 اشخاص ولمده شهر. هلا في حال كان العائلة أكثر من هذا العدد، نقوم بإعطائها طردين لعملية إنه تكمل الأمور لمدة شهر. نعم. طيب، يعني لو عدنا وتحدثنا بنقطة كنت قد أشرت إليها، هذا العام كما تحدثت شهد انخفاضا في التبرعات، ولا شهد انخفاضا بجودة المواد المتبرعة؟
سيدي بالنسبة لجودة المواد المتبرعة هي نفسها، لأنه دائما نقوم بالشراء من السوق المحلي ونركز على المنتج الأردني المحلي، وبالتالي لا هنا ما في هناك اختلاف بالجودة ولا اختلاف بنوعية المواد، لكن الاختلاف اللي أصبح هو حجم هذه التبرعات. احنا بنعرف انه الضائقة المالية اللي بيعاني منها المواطن الأردني وعملية التبرعات، وأيضا هناك مبادرات فردية، يعني نأمل انه طبعا اكيد كل واحد بيقوم بدوره، احنا ما بدنا ناخذ اي مبادرة ونجيرها لأي شخص، لكن نأمل انه يكون هناك عملية تنسيق وتوحيد لهذه الجهود فقط. اخ علي، احنا عملية العمل نقوم به بالتدقيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال السجل الوطني الموحد الذي يشمل على اكبر عدد يعني من المواطنين الذي يحتاجون الى المساعدة، وخاصة في الظرف الحالي نحن بحاجة الى ايصال الطرد الى مستحقه 100%، لا مش انه يكون هناك احتمالية يكون هو محتاج او مو محتاج، وبالتالي نطالب انه هذه المبادرات الفردية اتنسق مع وزارة التنمية الاجتماعية او مع الهيئة الهاشمية حتى نقوم بعملية التدقيق، واذا بدهم اي تسهيلات سواء كان بعملية النقل، في عملية التوزيع، في عملية اماكن للتوزيع، نحن جاهزين لتأمين ذلك ويكونوا موجودين معنا، واذا تعذر سنحاول ان نحصل لهم على التصريح اللازمه من خلال الحاكم الاداري، لان التعليمات تشير انه في حال عمليه توزيع لاي جمعيه ان الحاكم الاداري بالتنسيق مع التنميه الاجتماعيه والهيئه الهاشميه يستطيعوا تامين التصريح مؤقتا لعمليه التوزيع. طبعا ماخذين بعين الاعتبار موضوع السلامه والصحه والتباعد، لانه احنا نقوم في بعض الاحيان بالايصال هذه الطرود الى المنازل خوفا من التجمهر والتجمع. طب يعني بالحديث عن كثرة المبادرات المقدمة ويمكن أن يكون هناك جهد ضائع في بعض الأحيان، ألا يمكن أن يكون هناك منصة موجودة لدى وزارة التنمية، لدى الهيئة الخيرية الهاشمية لترتيب كل هذه المبادرات وجدولة هذه التوزيعات وهذه المساعدات؟ سيدي، وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال مدراء التنمية بالميدان لا يقصروا على انه اي مبادرة يتم التنسيق معهم مباشرة بأرض على الأرض الميدان، وبالتالي وايضا من خلال التواصل مع التنمية الاجتماعية يتم اما تسهيل مهمتهم واما تحويلها للهيئة الهاشمية، ونحن ايضا نقوم بذلك والحاكم الإداري يقوم بذلك، لكن لا يزال هناك الفئة فردية ومبادرات فردية يقوموا بالعمل الميداني والعمل التوزيع المنفردين، وهذول العدد لا بأس بهم. احنا الآن في شهر رمضان المبارك يعني تزيد هذه المبادرات في شهر رمضان المبارك تحديدا الفردية، بالعكس 100%. يعني الآن إذا بتتصفح أخ علي التواصل الاجتماعي ستشاهد مبادرة من هون ومبادرة من هون وتوزيع من هون، وهذا اللي بحكي فيه. أما نعم هناك بعض المبادرات تنطوي تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية وتم تحويلها للهيئة الهاشمية، ونقوم بأعمال يعني ما بدي أمدح بالعمل اللي يقوموا به، لكن بالفعل يقوموا بأعمال جبارة لما يتم تقديمه والتأكد من المواد والصلاحية والفئات أيضا المستهدفة. وبالعكس من خلال محطتكم بقول لهم الله يعطيكم العافية والله يجزيكم الخير على هذا الدعم، سواء كان المعنوي ولا المادي، لأنه بصلوا لمناطق قد تغفل عنها نحن بهذه الأزمة، أو لا نستطيع أن نصلها للتشعب والفئات اللي أصبحت أكثر متضررة من السابق. نعم، وسيد أيمن تجدر الإشارة بأنه لما تكون المبادرات فردية في كثير من الأحيان يمكن عند جمع هذه المبالغ معا أن يزيد عدد المستفيدين، لأنه ممكن الحصول على خصومات سعرية على البضائع التي يتم شرائها، صحيح؟ سيدي، يعني القطاع التجاري ما بيقصر بعملية التبرعات، وبالفعل وجدنا تجاوب كبير جدا منهم. يعني لما نقوم بعملية شراء عدد من الطرود لوحده يقوم التاجر أو المورد بعملية إعطاء طرود إما زيادة وإما خصم على تلك المواد أو زيادة المواد نفسها بمحتويات الطرد. فبالتالي يعني حديثك نعم مضبوط لبعض المبادرات الفردية والجمعية، أكيد الأشياء الكبيرة والحصول على كميات أكبر 100% بتساعد على أنه الواحد يحصل على مواد عدد أكبر وكمية أكبر.
ومثل ما ذكرت لك الجودة، الحمد لله الحمد لله نحن في مستوى جيد جدا وممتاز من ناحية جودة هذه المواد والصلاحية والتأكد منها، سواء كان من نفس المورد أو قبل عملية التوزيع وعملية الاستلام نقوم بهذه الإجراءات. بدي أنوه كمان أستاذ علي لنقطتين. موضوع المخيمات الفلسطينية، نتواصل مع دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية، لأن هي قاعدة البيانات الموجودة هي عندهم وهم اللي قوموا بعملية التنسيق. هذه النقطة. النقطة الثانية، نعم استطعنا أن نصل إلى معظم قرى ومدن المملكة من خلال الجمعيات اللي ذكرتها تتجاوز 600 جمعية، لكن إذا هناك جمعيات ما تعاملنا معها هذا لا يعني أنه إحنا ما وصلنا لهذه المنطقة. فبالتالي لأنه كما تعلم أخ علي هناك أكثر من 6000 جمعية مسجلة في المملكة لا نستطيع أن نتعامل معها، وهناك أسس للتعامل مع هذه الجمعيات من حيث معرفة الهيئة الإدارية والتقرير المالي والتقرير الإداري في العمل الجمعية. لا نستطيع أن نتعامل مع جمعية بس مجرد أنه والله أنا عندي قائمة أسماء وبدي أتعامل وهذول هي. يعني التجربة هي أكبر برهان. إحدى الجمعيات وبإحدى المناطق تم تزويدنا حوالي ب200 أسم على أنهم عمال مياومة. تبين فقط من خلال السجل الوطني الموحد 7 أسماء فقط التي يستحقوا. شوف هذا الفرق، لو تم تسليم المواد إله أضاع 193 طرد عن شخص هو بحاجة إلها. أنا ما بقول لك إنه هدول مش محتاجين، لكن هناك أولويات في الاحتياجات وخاصة في الآونة الأخيرة. نعم صحيح. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أيمن المفلح مدير الهيئة الخيرية الهاشمية على هي الإطلالة الصباحية وعلى كل هاي التوضيحات، وأيضا كما تحدثت بداية نأمل بأنه خلال شهر رمضان المبارك وخلال أزمة كورونا بأنه تزيد التبرعات عبر التواصل مع الهيئة الخيرية الهاشمية وأيضا عبر منصة نوى كما تحدثت. مرة أخرى بدي أعايدك كل عام وأنت بألف خير ويسعد صباحك. شكرا جزيلا.